التعليق في نقاط. النقطة الأولى، الكلام عن خلق آدم عليه السلام وإن حواء ما خلقت من آدم. عفوا، حواء خلقت من ضلع آدم، قضية واردة في التوراة. الشيخ مزمل رد عليه، الترابي بزيد كلمة اللي هي في الآية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. بيقول النفس الواحدة حواء هو الذي خلقكم من نفس، باعتبار أن النفس دي مؤنثة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، قال خلق حواء في الأول وجعل منها زوجها آدم، يعني آدم خلق من حواء. كويس. طيب، عشان ما نحن نبقى معه في خلاف، النفس دي مقصود بها المذكر ولا النفس مقصود بها المؤنث، نديه آية واحدة تانية. قل لي اجمع مع عادي، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من شنو؟ من تراب. إذن المخلوق الأول آدم ولا حواء؟ إلا تكون حواء تراب. حواء ما تراب، بعد ما خلقت ما تراب. من الأول خلق من تراب آدم عليه السلام، بعد ذاك وجعل، لاحظ، خلق، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق في الأول، لأنه يا أخواننا الخلق الإيجاد من العدم. قال ثم جعل منها زوجها، فحواء جعلت من آدم، ما خلقت من تراب. فيبقى إحنا عندنا نقول لهم واحد من اثنين، إما تقولوا آدم عليه السلام خلق من تراب يبقى حواء جعلت منه، وإما تقول حواء هي اللي خلقت من تراب نقول لك اثبت لنا. فيبقى يستقيم كده الاستدلال، هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء. صية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.